ايه يا باشا في ايه؟ بقولك فين البضاعة؟ سلامت الشوف يا باشا مالك، بس انا قدامك في العربية اهو. البضاعة البضاعة. فهمتك فهمت. ايوه انت قصدك على صندوقين البربوني ده، انا فرقتهم لوجه الله، ناس غلابة وصدق وهتشوف بره. بقول لك فين المخدرات اللي كانت تحت؟ ولو المصحف قتلك في المخدرات؟ يا نهار اسود، العربية كان فيها مخدرات؟ العربية كان فيها مخدرات؟ يا نهار اسود، يعني شايف طب وراحت فين المخدرات دي؟ من الاخر يا ده، البضاعة اللي كانت في العربية فين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. معلم، أنت ما تعرفش البضاعة دي تساوي قد إيه؟ فبصر يا باشا. أنا بتاجر في السمك، وأدي سمككوا عندكوا ورقة وخالصة في جيبي، يعني صافي يا لبن حليب يا قشطة. بطل استهبال، السمك ده كان تحتيه مخدرات، دي ملايين الجنيهات، يعني لو قعدت طول عمرك تعد هتموت قبل ما تخلص حد. معقولة؟ يعني أنا كنت شايل مخدرات؟ إزاي بس يا إخوانا الكلام ده؟ لا تأثر وهات من الآخر يا باشا. أنا اللي عندي قلته خلاص، وأنا الأمانة يا باشا أنا تعبان وما نمتش من إمبارح وخلاص بقى مش قادر. أنتوا حلوا حوار المخدرات ده مع بعضكم وأنا هتوكل على الله. سلام عليكم. المخدرات دي تسوى كام؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طب ما تيجوا نعمل محضر في الاسم ونقول إن اتسرق منكم مخدرات، وبرضه الدنيا مبقاش فيها أمل. خلاص هو مال حرام ملوش صاحب، الواحد يبقى شايل مخدراته كده تحت سمكه يوم يفتح العربية ما يلاقيهاش. إيه؟ القطة كلت عيالها؟ لو ما جبتش البضاعة اللي كانت في العربية أقتلك. في حاجة يا معلم؟ مفيش يا جوي باشا، ده عنتر بس زعلان مني يعني. اكملني. خرجت صندوقين بربوني لله. يعني ايه؟ كل حاجة راحت؟ ورجعنا تاني على الحميد المجيد؟ اخويا الجنتل مش هيسكت. ما تتكلم يا كبير، السكوت ما ينفعش في الحاجات دي. تتكلم يقول ايه؟ ما نقتله ونخلص. ما بيه انت عنتر طالع لامك، ولما نقتله ونخلص عليه هنكسب ايه؟ هنبقى خسرنا البضاعة. امال يعني هنطبطب عليه وهو نهب شقنا؟ ايوه نطبطب عليه وندلعه لغايه ما ناخد شقانه، وبعد كده عنتر يبقى ياخد روحه. وتجار الصنف لما يشموا خبر ان مالهم اتنهب هيستنوا علينا لما نطبطب وندلع ونعمل فيها نانسي عجرم. يا جنتل، الكار ده الغدر فيه قانون. وهم تجار الصنف هيعرفوا منين ان مالهم راح؟ قرش بس فالك العفش ده هو اللي هيسوحنا كلنا. ده هي في ملافظك. ايه اللي انا سمعته ده يا شنتل؟ لا ما تقلقش يا كبير، كل حاجة تحت السيطرة. انا ما بقلقش يا شنتل، وانت عارف كده كويس. انا عامل حساب العيش والملح والعشرة اللي بينا، انما لو الكلام اللي سمعته طلع صح وحقيقي انا هخون العيش والملح، وكل يوم هخلص على واحد فيكم لحد البضاعه ما تيجي. لحد هتيجي. بلغ المعلمين قول لهم الجنت بيقول لكم اسبوع والبضاعه بتاعتكم هتكون بتتباع في السوق. ثلاث ايام وتكون البضاعه تحت رجليا، غير كده هخون العيش والملح يا شنتل. فهم؟ فهم، فضل. ثلاث ايام. انظر. امرك يا كبير. احكي لي اللي حصل بالظبط. والله يا معلم احنا كنا ايه؟ خلاص هنمسكه، بس فلت مننا فجأة. وراح فجأة كده لقينا عربية رش راحت قطع علينا الطريق. سايقها ابن المعلم بشر ده. وراح مغرق الاسفلت كله بنزين وولعوا فيه، خلوا الدنيا ايه؟ جهنم يا باشا، جهنم. يا ابن اللعيبه، خطه هايله ودماغ متكلفه. انا ما اعرفش حاجه يا معلمين. انا المعلم نزلني على كافتيريا وقال لي اشرب شاي وافطر. غاب ساعه وبعدين رجع ومنها على السوق على طول. ولا جوهر،
اعمل حسابك ان الحكايه دخلت في قطع رقاب وانت وراك كملاح. لهم رب اسمه الكريم، انا اللي عندي قلته يا معلم شداد. جوهر راجل اصيل محترم، ما شافش من المعلم غير كل خير. وانت يا غلوش شفت منه ايه غير قلة القيمة ودخولك السجن على ايده، وهو جات لك الفرصة ترد له اللي عمله فيك؟ قول فهمني. والله العظيم يا معلم عنتر انا اللي اعرفه قلته، يعني انا هقطع من عمري عشان اوصل عمر حد تاني؟ ده لو ابني اللي من صلبي عليا النعمة اقول. وبعدين على رأي المثل، ان جالك الطوفان حط ابنك تحت رجليك. انا قلت لكم الاول قبل ما اخلص رس الخزنه تكونوا خلصتوا كلامكم، ولو شميت اي لوعه في الكلام اللي هتقولوه يبقى تقروا الفاتحه عليكم. طب وشميت ايه يا اسف المعلمين؟ المعلم. لا ده فتح كلام عربون محبه، يعني المحلات دي اصلا ما تسواش 50 مليون، والبضاعة دي شكلها كده تسوى ايه 500 مليون، يعني انا حقي لما يرضي الله 250 مليون. انت بتقول ايه؟ انت اتجننت؟ هتزعق تاني فهنسى تاني. يا امه بلاش امك دي خالص دلوقتي. بس انت قول كلام معقول يا معلم. وهو ايه معقول يعني في اللي احنا فيه ده؟ انا جات لي الفرصة، والفرصة ما بتجيش غير مرة واحدة. هكتب لك محلات ابوك بيع وشراء بس بعد ما استلم البضاعة. لا انت هتكتب لي محلة ابويا بيع وشراء، وهتديني وصولات الامانة اللي ماضي عليها الصيادين كلها، بعدها اقول لك بقى انا هاخد كام. مش ضمن لي لما اديك المحلات بتاعت ابوك ها والاصالات بتاعت الصيادين انك تديني البضاعة؟ الصراحة مفيش حاجة تضمن. انا حقاني، بس انا اللي عندي قلته، ولو هتلوعني انا هبيع البضاعة لحد تاني، ويبقى روح البوليس واعمل لي محضر ان انا سرقت منكم المخدرات. لا انت هتجنني. ما تأثر يا معلم وتاخد لك سبوبة بدل ما تخسر كل حاجة. ما احبش السبابيب انا، ما احبهاش. انا يا اما اخد كل حاجة يا اما بقى عليا وعلى اعدائي. السلام عليكم. استنى بس، استهدى بالله. استهديت؟ ما تقول كلام معقول كده واحنا هنراضيه. انا قلت اللي عندي. لا 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 لسه ما قلتش كل اللي عندي لسه.